ينتهي الوقت ما ما يتنا هين زازا بيغات القدر سيني كنا سنتينغانو زامي هو هندورو منذ أن يدخل الشهر وأنت تسأل ربك ما هينيكا كي ليلة القدر هينيكا عبادته. الأمر الثاني ما يتنا هين كانت لا تفوتك صلاة العشاء والفجر جماعة في ليالي رمضان كلها وفي العشر الأواخر أولا صلاة العشاء والفجر لمن ضيع الأصل لن ينتفع به دوني كان نهي فكات ربلات تلاسي ناس كونو هيكا أنا كابل تلاسي قم ولو يسيرا من الليل ولو يسيرا من الليل في الشهر كله وفي العشر الأواخر أكثر ما شيء كان تونكا إرك جنا كجنجاري يعني إحنا قلنا في الأول تستعد من بعد صلاة العصر أحدث في نفسك رغبة ما شيء كان تي أنك تنتظر دمي إردون تي كا رحمة الله بك بله ما نزال سدي لقيام ليلة القدر كن حالك زال سل بنام صورك هن سكني يهو بنا كنا كا قالت أم المؤمنين يا رسول الله إرك من السسبي علمت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها أما أنه أقويت لي السسبي اللهم إنك عفو كما دعاك كي ليلة القدر هنا فاعفو عنه ما تهي كم بنا إن حالي ما بلز أن أبلك كي كوفو ما فكلي أرجو الله ولا جنعة متى حال تبلا لأنه أبو بانو ما فيلين عسى إني أنا عايشة شكا عند النبي صلى الله عليه وسلم نيركوديا دي أكاتي ليلة القدر هنا إفا هما موجي عند النبي صلى الله عليه وسلم موجي كا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يرجو أن إن ربي أن يفتح قالت أم المؤمنين يا رسول الله علمت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه أرجو الله وصلى الله وسلم على رسول الله قيام ليلة القدر صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.